السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا اليوم عن كيفية إخفاء المتابعين من الإنستغرام بطريقة بسيطة وسهلة، ولكن قبل البدء بالشرح بتمنى منك تدعمنا بلايك وتشترك بالقناة ليصلك كل جديد. نتوجه إلى تطبيق الإنستغرام بعد الدخول إلى التطبيق نضغط على أيقونة الحساب الموجودة بالأسفل. بعد ذلك نضغط على زر القائمة الموجود بالأعلى. ونختار من خلاله الإعدادات، ومن خلال هذه القائمة نختار الخصوصية، بعد الدخول إلى القائمة، كما تشاهد ظهر عندنا الخيار الأول وهو حساب خاص، فعند تفعيله سيقوم الإنستجرام بإخفاء كل معلوماتك الشخصية، مثل عدد المتابعين، فنضغط على تفعيل، ومن ثم. تبديل الى حساب خاص. إذا كنت تريد إجراء التغييرات على الأشخاص الذين يمكنهم رؤية منشوراتك وقصصك فعليك بالضغط على مراجعة المتابعين ولأننا نريد إخفاء المتابعين عن الجميع نضغط على إلغاء وهكذا تم تفعيل الطريقة دون أي مشاكل.